الآن ترامب يعني حقيقة هواية من أنصاره وهواية مراقبين حتى على مستوى الشرق الأوسط يعتقدون أنه ترامب يعني ما نطى أوامر باقتحام الكونغرس ولا حرض على شيء. الرجال قال يعني الانتخابات زورت وسرقت وعنده محامين وفريق يدافع عنه. ما تعتقد صار له ظلم؟ لا اسمح لي أنا مستعد أبعث لك بعد التسجيل بعد هذا البرنامج زين. أبعث لك تسجيل ترامب واقف في غرفة الكنترول هو وسكرتيرته ومستشاريه ويتابعون لحظة الاقتحام ويصفقون وفرحين ويصيحون فرحا. إذا هذا كله أصبح تحت رعاية ترامب، هذا موجود الفيديو متداول. بس هم مؤمنين الكونغرس تابع للشعب، يعني ما تعتقد أكو بيها؟ صار اقتحام بال 2018 سابقا من الديمقراطيين أيضا، يعني ما أخذ هذا الحيز الكبير. صحيح حتى هي ما الغاية من الاقتحام؟ احنا نريد يعني انت اليوم ليش اقتحمته؟ اليوم البيت الأبيض هو مفتوح للناس، قصر باكنغهام مفتوح للناس، لا يوجد شيء اليوم مثلنا احنا هنا كل شيء صبات ومسدود، هاي كلها بيوت الشعب مفتوحة للشعب، لكن ما الغاية من اقتحامها؟ انت اليوم من طبيت اقتحامها انه انت ما تريد تصادق على نتائج الانتخابات، من تقتحم بكره تقتحم البيت الابيض ما تريد تسلم السلطه. هذه هي الدواعي الخفايا حول هذه الحركات اللي تصير اليوم. اذا انت لازم تنتبه، تامن المنطقه، تعرف شنو بده يصير. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ تم اختيار هذا التوقيت بالذات، ما هي اسباب هذه رفع هذه الشعارات؟ هاي كلها تحتاج الى تحليل والى تفسير.